Happy Wednesday, Facebook. This is Zainab Shaim, I'm a reporter for WTOL. I'm here to give you a quick update on what the governor, Mike DeWine, discussed around 5:30 today, but I'm going to do it in Arabic. If you're looking for the full version of the update that Governor Mike DeWine discussed and the announcement that he made, you can head over to our Facebook page, and he spoke a lot of information today, so you might want to check that out. If you or anyone you know speaks Spanish, you can head over to another video that we have posted on our Facebook page. Our Rex and Elias did a phenomenal job doing that. But for the non-Arabic speakers, in our community, I'm going to give a quick update in Arabic on what the announcement was exactly, so everybody can feel included. So if this is not the video you're looking for, you can head over to our Facebook page. They have a Spanish update available there, and we also have the governor himself speaking on what he announced today at 5:30. So I am going to go ahead and do a quick update in Arabic. مرحبا اسمي زينب شعيب وانا بدي اقول لكم انه كثير مشتاق لكم لكل العالم وعم نخفف الفيسبوك لايف لان الحاكي مايك دوان ما بيطلع كثير بس اليوم الساعه 5:30 طلع وحكي عن الكورونا فيروس وشو بيطلب مننا فاول شيء بدي اقول لكم قبل ما اقول لكم شو قال الحاكي مايك دوان بدي اقول لكم الارقام على لوكس كاوني وشو بيصير بالكورونا فيروس هون بلوكس كاوني قبل بلوكس كاوني عم بيقولوا في 2902 اشخاص عندهم الكورونا فيروس على الاكيد وفي 202 اشخاص يمكن عندهم الكورونا فيروس كمان بدهم يعملوا فحوصات ويأكدوا فإذا طلع نتيجة صح رح يصيروا 3104 أشخاص بلوكس كاوني عندهم الكورونا فيروس فكم شخص ماتوا من وراء الكورونا فيروس هلأ في 250 أشخاص ماتوا على الأكيد من وراء الكورونا فيروس وفي 38 أشخاص يمكن عندهم الكورونا فيروس بس بدهم يعملوا فحوصات قبل فإذا طلع نتيجة صح رح يصيروا 289 أشخاص ماتوا من الكورونا فيروس بلوكس كاوني هلأ بدي أقلكم كم شخص فحصوا حالهم بلوكس كاوني هلأ طلع كم أشخاص عملوا الفحوصة للكورونا فيروس طلع هون بس بلوكس كاوني مش بأوهايو كلها بس بلوكس كاوني 28,960 أشخاص عملوا الفحص للكورونا فيروس هلا يمكن النتيجة طلع لا ما عندهم الكورونا فيروس الحمد لله بس يمكن كمان طلع صح النتيجة فبس بلوكس كاوني بدي أعيد هالنمرة كبيرة 28,960 أشخاص عملوا الفحص للكورونا فيروس هون بلوكس كاوني هلا بأوهايو بيقولوا انه الحاكي مايك دوان حكي الساعة 5:30 هلا قال انه بأوهايو في 3075 اشخاص ماتوا بأوهايو من وراء الكورونا فيروس هلا كم شخص عندهم الكورونا فيروس هون بأوهايو في 1087 اشخاص عندهم الكورونا فيروس بأوهايو اوكي هاي بالولاية كلها مش بس بلوكس كاوني هل بأوهايو كلها وهلأ بالآي سي يو في 316 أشخاص بالإنتنسيف كير يونت يعني عندهم الكورونا ويمكن ما بيعيشوا من وراها هلأ كم شخص بالمستشفى من وراء الكورونا فيروس في 126 أشخاص بالمستشفى من وراء الكورونا فيروس أوكي هلأ بدي أوقف هون إذا حدا عنده سؤال أو شي فيكن تقلولي بالكومنتس وأنا رح رد عليكن وإذا عندكم سؤال أو بدكم تخبرونا شيء قولوا لي وأنا رح رد عليكم خبر أو إذا بدكم تبعتوا لي رسالة على البروفيشنال فيسبوك بيج فيكم تبعتوا لي إياها ما حدا بيشوف هيدا برايفت اسمي زينب شايب فإذا بدكم تبعتوا لي إياها هلا على الكومنتس فيكم وإذا بدكم تنطروا تبعتوا لي رسالة فيكم تبعتوا لي إياها هلا الحاكي مايك دوان طلع وقال كتير مضايق كتير زعلان لأنه هاي كنا بتعمل كتير كتير منيح بالقصة الكورونا ووقف الانتشار الكورونا فيروس بس عبي شوف الحاكي مايك دوين إنه ما عم نعمل منيح بقى أوهايو عبي شوف باليوم واحد في 1500 أشخاص صار عندهم الكورونا فيروس باليوم واحد أوكي فبدي يوقف الانتشار الكورونا فيروس أبي يقول إنه صحيح الفحوصات أبي على
بالكورونا فيروس هلا صاروا 85% فحوصات بالورا الكورونا فيروس. فا هاي كتير منيح إنه عم نفحص حالنا نشوف إذا عندنا الكورونا فيروس. بس كمان عم يشوف نفس الوقت إنه صار في 200% أشخاص عندهم الكورونا فيروس 200%، يعني معناتها عم يصيروا دوبل عندهم الناس عندهم الكورونا فيروس. سو بده يوقف الانتشار. فاليوم أول يوم رجع حكي إنه بده يعمل شيء. هلا بدوش يسكر أوهايو لأن هو خايف يسكر من ورا الشغل، لأن بدو الناس يروحوا على الشغل، في ناس عندهم أولاد يعني المفروض يروحوا على الشغل، وفي ناس بدهم يروحوا على المدرسة كمان. ف بدوش يوقف يسكر أوهايو كلها. سو بدو يخلي كل واحد بأوهايو، مش بس لوكس كاوني، مش بس توليدو، الأوهايو كلها، كل ولاية يلبسوا الكميمات، بس تظهروا بالببليك. يعني إذا بدكم تظهروا برات البيت، بتروحوا على السوق الخضرة أو بدكم تروحوا على المحل، لازم تلبسوا الكمام. هو عم يسأل لحتيت هلأ، ما قال إنه إذا ما لبستوا كمامة ما رح يعطينا زبط يعني الفاين، بس لحتيت هلا عم بيطلب منينا كل واحد عايش بأوهايو يلبس كمام ليوقف انتشار الكورونا فيروس ويكون حماية لإلنا ولغيرنا كمان. فعم يشوف إنه فلوريدا وأريزونا كتير 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 عالي الكورونا فيروس عندهم. فهو الحكي مايك دوين خايف رح يصير نفس الشيء بأوهايو، فعشان هيك عم بيقول انه خلينا نلبس الكمام بأوهايو. اوكي هلا مثل ما بقول لكم لحتيت هلا، اذا ما لبستوا الكمام وظهرتوا لبرا ما رح يعطينا زبط، بس عم يطلب مننا ليحمي حالنا وغيرنا كمان. بس بدي اوقف وشوف اذا حدا عنده سؤال. كمان let's see كوزات انا مشتاق لك كتير والله. اوكي كوزات ما قال انه it's like a mandate، هي مش order، بس عم بيقول انه عم يطلب مننا، يعني ما رح ياكلوا الزبط اذا ما لبست كمان، بس بيقول انه حماية لإلنا وللغيرنا. انا بيسأل انه الكل للناس عايشين بأوهايو يلبسوا الكمام. اوكي حبيبتي كوزت ان شاء الله انا اشتقت لك كمان. اذا حدا عنده سؤال تاني بليز اكتبوا لي بالكومنت، او اذا ما حابين تحطوه هون فيكن تبعتوا لي رسالة اسمي زينب شعيب، تروح على الفيسبوك بيج تبعوا لي وكتبوا لي واسألوني اذا بدكن حابين تقولوا لي شيء او عندكن سؤال، وانا رح جاوبكن قد ما فيه. بس لحديت هلأ هيك قال الحكي مايك دوين، واصلا المايك دوين بدو يحكي كمان بعد مرة بكرة، ما بنعرف انه شو بدو يحكي. هو بدوش يسكر أوهايو عشان هيك بيقلنا انه لبسوا الكمام. بس بكرة رح يطلع ساعة تنتين كمان ويحكي، وان شاء الله اذا عندي وقت رح احكي كمان بالعربي وقلكن شو بيصير بالهالولاية. Hello everyone for joining in. My name is Zainab Shaib. I'm a reporter for WTOL. I'm just giving a quick update in Arabic on what the governor announced earlier today at 5:30 this evening. Our Roxanne Elias got done giving an update as well in Spanish. So if you or anyone you know is looking for the Spanish version, please, you're more than welcome to share that video. Or if you're looking for an Arabic version, it's right here. But if you are just looking for the English version on what the announcement was, you can head over to our library video page on our Facebook for WTOL, and it's set right there. Tomorrow at 2 p.m., I just wanted to say this in English, that the governor will be discussing a more updates on the coronavirus as well. So of course we're going to update you on air and online throughout this whole process. Iman rah jawabik bas sakir el Facebook live w ana rah abat lik el comment rid alayki. Okay bas ghair hik hik bdi elkon عن ال coronavirus updates إنه طالع كتير، إنه تقريبا دوبل على الحكي مايك دوين. عم بيشوف إنه 1500
باليوم واحد طلع الكورونا فيروس. سو عم يسأل اليوم الحاكم مايك دوين بس عم يخبرنا انه البسوا الكمام بس بدكم تظهروا لبرا، وان شاء الله بكره رح اطلع بعد مره وقلكم شو عم بيصير بالكورونا فيروس وشو قال الحكيم مايك دوين. وكل واحد اللي كتب لي الكومنتس وما شفتهم بعد انا رح اجاوبكم هلا بس سكر الفيسبوك لايف. سو شكرا وان شاء الله بكره بطلع وخبركم شو عم بيصير كمان. باي باي.